السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام دكتور. وعليكم السلام دكتور. حياكم الله. مين ضاير عندنا مش فايت؟ في حدا بعده على الآن؟ لا، الكل داخل. طب كويس، يعني كل اللي كانوا حاضرين، مش هالعدد الكبير، بس خلص يعني بإمكانهم يشوفوا الفيديو ليتر. طيب خلينا نتابع حيث توقفنا، لأنه مش منتبه كنت على الساعة وقطعنا الإرسال. الآن لاحظوا، لما يكون إحنا كنا عم نحكي عن الكيس هاي اللي هي ثيرموبلاستيك ماتيريالز، فيها شوية كريستالينيتي، اللي هو كان الزون هاي المنطقة، كنا نتحدث عن المنطقة هاي. الآن إذا كنا نتحدث عن الإلاستومر، تذكر الإلاستومر بيكون تشينج مطعوج كثير، البوندينج بيناتها بيكون سكندري. فلما نبدأ نشد فيها تبدأ التشينج يتمطمط معانا بالأماكن اللي فيهاش بوندينج، فيهاش سكندري، يعني فيش فيها سكندري بوندز أو كروس لينكينج، وبالتالي بتصير تمط معانا. من هون بيجي إنه الإلاستومرز تفرد معي لما بشدها. بريتل ريسبونس الايند. اوكي، عشان خلينا نكمل. هلا ثيرموبلاستيك فيرسز ثيرموسيتس، بعض الصفات العامه من حيث التمبريتشر فيرسز الموليكولار ويت. اوكي، هاي البيهيفير، كل ما بزيد الموليكولار ويت هاي البيهيفير تاعت المواد تاعتنا. طيب موضوع التمبريتشر، لما بكون عندي هاي موليكولار ويت، اوكي هاي تمبريتشر، بتكون المادي ربر. هاي موليكولار ويت low temperature partially crystalline solids، low molecular weight تحدث عن crystalline solids and so forth. خلينا نيجي نطلع على الصفات العامة. إذا كان عندي thermoplastic material، أوكي، الصفات العامة بتاعتها little cross linking، لو في cross linking عالي أصلا ما بتصيرش thermoplastic، بتصير thermoset. They are ductile، يعني فيني أشكلهم بالطعوجة and so forth. They soften with increasing temperature، يعني with heat. Okay. Example polyethylene, polypropylene and so forth. Thermosets, they have high cross linking. والcross linking له درجة، مش يعني 100% الكروس لينكينج يكون، تحدث عن 10 إلى 50% من الميرز ممكن يكون كروس لينكد. They are hard and brittle, does not soften with heating. Example vulcanized rubber, epoxies, polyester resins, phenolic resins and so forth. نيجي الآن ننتقل لموضوع آخر في البوليمرز. هذا كان فيها كيمستري، في ميكانيكا بروبرتيز، في الآن. طيب أنا صناعيا كيف بصنع البوليمرز؟ هاي مثلا أشكال لمصانع بوليمرز، وممكن تكون سيمبل، يعني هذا يعتبر زي كأنه سيمبل، ممكن يكون زي هيك، زي كأنه عم نتطلع على ريفاينري، نقول هذا عبارة عن مصنع بصنع البوليمرز من الميرز، عفوا من المونومرز. كيف بحول مونومر الى بوليمر؟ في فرق بين كيف بحول مونومر الى بوليمر، بعدين كيف بشكل البوليمر بحيث يكون شكله بوتل ولا قطعه ليجو ولا وات ايفر. في عندنا مجموعه من الطرق المستخدمه في كيف نعمل البوليمر. هلا ابسط طريقه اللي هي اول واحده هون مذكوره فوق، اللي هو ما يسمى بالبلك بوليمرايزيشن. بجيب المونومر، زي مثلا بجيب الإيثيلين، الإيثيلين از غاز ات روم تمبرتشر، بعرضه لضغط عالي عشان يكون عندي كمية إيثيلين كبيرة، بعدين برفع درجة الحرارة، باخذ كاتاليست، اوكي، وبالتالي بيبدأ التفاعل يكسر بونز ويشكل بونز. الآن إذا أنا حطيت المونومر وحطيت الكاتاليست خبصتهم في رياكتور، هذا النظام بنسميه بلك بوليمرايزيشن. حطيت كل يعني كل قطع الطبيخ بهالطنجره وسكرت عليهم، قعدت استنى لتفاعل البلمره انه يكتمل. هاي ابسط الطرق وارخص شيء، حط كل شيء واطبخ. اوكي، هلا في عندنا مشكلتين فيه. اول مشكله الهيت جنريشن بروبلم. تذكروا انه احنا في البوليمرايزيشن رياكشن عندي تكسير بونز وتشكيل بونز. النت التكسير اكثر من التشكيل، وبالتالي عفوا الكسر بكون اكثر من التشكل،
وبالتالي لما بنحسب، احنا تتذكروا من كيمياء، لما بنكسر بوند بدي انرجي، ولا بدي انرجي عشان اكسرها. Once it is broken it releases energy. في البوليمرايزيشن رياكشنز الريليس اوف انرجي اكثر من الانرجي نيدد تو بريك ذا بوند، وبالتالي بصير النت انرجي عباره عن اكسوثيرميك رياكشن. لا، هذا التفاعل في كثير من الاحيان بيكون سريع، فبالتالي احنا في البلك بوليمرايزيشن لانه في عندي هيت جنريشن اي نيد تو كول ذا رياكتنتس. هلا الطنجره هاي عشان اعملها كولينج قد يكون الريت اوف كولينج نوت فاست انف كومبيرد تو ذا هيت جنريشن، وبالتالي ممكن اوصل لمرحله انه البوليمرز توصل حرارتها لدرجه حراره الاحتراق، يصير في عندي بريكج للبوند بسبب الهاي انرجي اللي جوا الرياكتور. فاذا بس دكتور عندي بسألك سؤال، هيت جنريشن بروبلم. تفضل. دكتور بالديستيليشن كولوم كان في عندنا نفس المشكلة، بس انه كنا من يعني نخلي الحرارة هاي تنتقل لإشي معين، يعني زي بنعملها ريسايكل للهيت. أنا مش فاهم عليك، سمعت كلمة ديستيليشن كولوم وبس. بحكي بالديستيليشن كولوم كان في عندنا نفس هاي المشكلة، بس احنا كنا نعمل زي نوعا ما من الريسايكل للهيت. ديستيليشن اوف وات؟ يعني هل هي فقط عملية الديستيليشن ما فيها بريكنج اوف بوندز، مش رياكتور. الديستيليشن از ا فيزيكال فينومينا وير تستخدم فروقات البويلينج بوينتس بين الماتيريالز على اساس شيء بتبخر وشيء بيضله في الليكويد فيز، وبصير عندك سيباريشن. بس انا بعرف مثلا من ال خلينا نحكي مثلا من الايفابوريتر، كنا مثلا نعمل نوعا ما من الريسايكل للهيت تبعته، يعني مثلا الكولينج ووتر اللي بتطلع مثلا ندخلها ليونت ثانية نحتاجها فيه. هذاك موضوع الهيت انتجريشن از سمثينج ديفرنت ذان وات وي ار توكينج اباوت. وي ار توكينج هذا رياكتور. الفيبورايزيشن از ا فيزيكال تشينج، الديستيليشن فيزيكال تشينج. هون احنا نتحدث عن كيميكال تشينج، الماده الكيميائيه بتصير عندك مختلفه. يعني زي مثلا الماء يصير اوكي هيدروجين اكسجين. This is a reaction. It is not a change of phase. Okay. من ليكويد اوكي لفيبر او فايس فيرسا. فهمت عليك. اوكي نحن نتحدث عن رياكشنز وليس فيزيكال تشينجز. كيميائيا الماده عم تتغير. ليش بتتغير؟ لانه انا عم بكسر بوندز وعم بشكل بوندز جديده، وبالتالي مجرد ما انت كسرت البوند صار عندك ماده كيميائيه جديده، مجرد ما انت عملت بوندز جديده صارت عندك مواد كيميائيه جديده. These are chemical changes not physical changes. طيب في اوكي اي البلك، اندرستاند. اوكي طيب في البلك بوليمرايزيشن، في البلك بوليمرايزيشن وين راحت البوينتر؟ طيب هاي خلينا نستخدم البن. ففي البلك بوليمرايزيشن هي اسهل طريقه انك حط كل الانجريدينتس تاعت الطبخه في هالطنجره وسكر عليها، سواء كانت باتش او سواء كانت كونتينيوس. اوكي، ما يعني ارخص شيء. مشكلتنا الهيت جنريشن، وي ماي نوت بي ايبل تو كول ات ات ا فاست ريت. هاي واحد. اثنين، As the polymer is being formed, the polymers are viscous materials. And the monomer, يعني قد يكون غازه وضغطه عشان يصير ليكويد بكون يلوج لج، فيسكوستي منخفضه. لما يبدا يشبك ببعضه صار هاي هاير موليكولر ويت ماتيريال، الفيسكوستي بتاعته بتبدا تنط معي. وبالتالي اثناء التحريك الان الميكسر بتعلق. انا كنت احرك ليكويد، الان صار عندي سيماي سوليد وسوليد، كيف الميكسر بده يتحرك فيه؟ فبصير عندي مشكله بسبب الفيسكوستي. نعم، هذولا نبدا نعالجهم. فننتقل لطريقه ثانيه في الاندستري تو دو ذا بوليمرايزيشن اوف ذا مونومرز، شيء بنسميه سولوشن بوليمرايزيشن. كلمه سولوشن معناها عندي سولفنت. اوكي، مونومر از ديزولف ان ان نون رياكتيف سولفنت which contains a catalyst، والسولفنت بصير شغلته انه يعمل دايليوشن لموضوع الفيسكوسيتي، لانه بكون السولفنت، لاحظوا شو حكينا، نون رياكتيف، يعني ليس لا يكون جزء من التفاعل، وانما هو ميديوم بصير جواته التفاعل. فهذا بيعمل لي شغلتين. اول شغله بحافظ على انه الفيسكوسيتي تظل منخفضه، لانه السولفنت بيكون هو الكميه الاكبر، فبضل في عندك فلويديتي في الرياكتور. والشغله الثانيه، السولفنت اكت از كولينج ميديا، يعني ات ابزوربز الانرجي تاعت التفاعل. هذا بنسميه سولوشن بوليمرايزيشن. بس في المقابل انا ضفت ماده. البلك بوليمرايزيشن عندي المواد المتفاعله فقط،
في السولوشن اضطريت اني احط سولفنت، وبالتالي عندي يعني الكوست عندي زاد علي بشغلتين، اولا اضطريت احط سولفنت، فبالتالي I have to pay for that solvent. One, two, later I have to separate the solvent from the polymer so that I can use the solvent again. لان فانا بكون عالجت الفيسكوسيتي problem وعالجت الهيت جنريشن problem at the expense of adding a non-reactive solvent. هلا في بعض الاحيان بكون هذه الميثود يعني لا تؤدي الغرض لاسباب صناعيه، قد يكون السولفنت بيأثر على الصفات، اوكي، او مش ملاقي سولفنت مناسب، او مش ملاقي سولفنت، اوكي، مش ملاقي. يعني عاده احنا بنحب نستخدم الماء لانه المي تشيب، ببلاش، مش ببلاش بس تشيب، وبالتالي اذا جبت الماء، اوكي، الماء بيكون عاده مع الميرز مش سوليبل، او الميرز نوت سوليبل ان ووتر، this is like oil and water systems، وبالتالي اذا استخدمت الماء بصير بطل في عندي سلوشن، يعني في عندي ذائب ومذيب، فاذا المونومر اللي عندي ما بذوب في الماء، اوكي، صفى، انا ما في عندي هون سلوشن بوليمرايزيشن، فبنروح ل بروسيس اخر بنسميه سسبنشن بوليمرايزيشن. سو بالتالي بصير عندي المونومر is mixed with the catalyst and dispersed as a suspension in water. لاحظوا استخدمنا هون الماء، ولاحظوا كلمة suspension معناها المونومر هون لا يذوب في الماء، وإنما زي مي وزيت على سبيل المثال، أوكي، بضل الزيت مفصول عن المي، بس إذا حطيت زيت ومي، المي والزيت بيفصلوا، المي تحت والزيت فوق، فبالتالي أنا ما استفدتش من وجود الماء. أنا ليش بدي الماء؟ لعدة أسباب، واحد عشان الفيسكوسيتي أتحكم فيها للميكسشر، اثنين والهيت صح؟ عشان يبرد، نعم؟ يبرد عشان عشان الهيت انا يبرد. حكيت. اه فبالتالي بالضبط. إذا فصل المي عن الزيت، بمعنى آخر فصل الماء عن المونومر، ما استفدتش، فأنا بدي أخبصهم ببعض بحيث إنه يكون عندي سسبنشن. سسبنشن يعني معلق، أوكي؟ يعني بصير عندي المونومر زي دروبلتس صغيرة ومتناثرة في الماء. الآن إذا كان السسبنشن ستيبل، يعني ما بفصل المونومر عن الماء within a given time، انا بالاخير بدي يعني لو فصلوا فيما بعد ما عندي مشكله، انا ما بدي اياهم يفصلوا عن بعض اثناء التفاعل، لانه اذا فصلوا عن بعض اثناء التفاعل ما استفدتش من وجود الماء، فبالتالي هي مساله قديش المي بتكون او قديش السيستم بيكون ستيبل. هلا اذا كان الوقت اللي بتاع الاستابيليتي بتاعت وجود الدروبلتس بتاعت المونومر في الماء، اذا كانت الاستابيليتي منخفضة يعني بيفصل بسرعة، ساعتها بدي أضطر ألجأ للطريقة الرابعة هاي، أوكي، اللي بنسميها ايمالشن بوليمرايزيشن، بدي أزيد الوقت بتاع الدروبلتس بحيث إنه التفاعل يكمل قبل ما الدروبلتس تبدأ تشبك ببعض وتفصل بفيز مختلف، هذا بنسميه ايمالشن بوليمرايزيشن، عبارة عن، لاحظوا، سيميلر تو سسبنشن بوليمرايزيشن، نفس هذا الكلام، يعني عندي المونومر وعندي الكاتاليست وعندي الماء، بس لأنه بفصلوا عن بعض إذا تركتهم أو بفصلوا بسرعة، بتدخل أنا بضيف مادة بنسميها ايمالسيفاينج ايجنت، بدخل ايمالسيفاير، زدت مادة، الايمالسيفاير شغلته إنه يخلي الدروبلتس ما يشبكوا ببعض، يعني الدروبلت لما تيجي على الدروبلت الثاني يبعدوا عن بعض، إذا بعدوا عن بعض معناها الدروبلت والدروبلت ما شبكوا ببعض، إذا الدروبلت فتحت على دروبلت ثاني صار عندي دروبلت أكبر مع واحدة ثانية أكبر وأكبر، الآن صار عندي فيز ثاني انفصل عن السيستم. فأنا في الإيمالشن بوليمرايزيشن، أوكي، يو آد أن إيمالسيفاير تو ديسبيرس المونومر إنتو فيري سمول بارتيكلز، وهاي الدروبلت أو البارتيكلز الصغيرة كل واحدة صغيرة عبارة عن رياكتور جوا الدروبلت، بصير التفاعل تاع البلمر. في شيء احدث من هذا، احدث من الايمالشن بوليمرايزيشن، شيء بيسموه مايكرو ايمالشن، وين راح المستعد، مايكرو ايمالشن بوليمرايزيشن، لاحظوا كلمه بعده عندي كلمه ايمالشن بوليمرايزيشن، وضفنا كلمه مايكرو، له علاقه بحجم الدروبلتس اللي بتتشكل اثناء اضافه الايمالسيفاير. في اذا بدي انا الدروبلتس اللي هي ايتش دروبلت از رياكتور، إذا صغرت الرياكتور بالحجم، أوكي، في فوائد منها إنه مثلا
الهيت ديسيبيشن بصير اسرع، ممكن تتحكم بصفات البوليمر اكثر كون البارتكل صارت الان اصغر حجما اند سو فورث. هذا مثلا صوره للبلك بوليمرايزيشن. هاي الميكسر الاجيتيتور اللي الميكسر قاعد عم تخلط المواد، وهون بنكون احنا حاطين المونومر والانيشيتور مع بعض، وهذا هذا الجزء اللي هو الكولينج جاكيت. لاحظوا حاطين كلمه هيتنج كولينج جاكيت، ليش هيتنج وكولينج في نفس الوقت؟ في بدايه التفاعل ينت اد انرجي، فبفوت على الجاكيت هيتنج ميديوم، بس يبدا التفاعل بصير عندي الاكسوثيرميك رياكشن شغال، بتوقف الهيتنج، بتوقف الهيتنج وبتصير تفوت مثلا كولينج ميديا مي مثلا على الجاكيت. ما في دايركت كونتاكت بين الهيتنج والكولينج ميديا اند ذا رياكتانتس انسايد ذا رياكتور. بالك بوليمرايزيشن والادفانتجز والديس ادفانتجز حكينا عنها. اوكي، هاي مثلا عندنا هون صوره لما يسمى السولوشن بوليمرايزيشن. بعرفش اذا هاي التجارب عملتوها في الاورجانيك كيمستري لاب ولا لا، يعني لعبتوا باشياء زي هيك، صنعتوا مواد بهذا الشكل؟ يس نو، يس نو. No, no, I didn't. مش سامعك يا طارق، علي صوتك شوي. بحكي لا يا ما عملت هيك انا. ما لعبتوش مثل هيك لعب. اوكي، وانا لا. لما كنا في الجامعه درست برا مش هون، كنا زي هاي الشغلات اللي انتم شايفينها على السكرين يعني نسويها كاكسبيرمنتس. طيب هذا مثلا على الاغلب يكون نايلون، هاي انا تجربه بتذكرها من لما كنت طالب بكالوريوس في الجامعه. هذا بدانا نسحب هذا عباره عن بلك عفوا سولوشن بوليمرايزيشن. يو كان سي تو فيزز تحت وفوق، هذا عباره عن مي، هذا الاورجانيك فيز. في البدايه لازم يكونوا مخلوطين ببعض لحديت ما البوليمر يتشكل، بس يتشكل الان انت عم تسحبه زي خيط نايلون ولا وتر. هذا هاي السسبنشن العملية كانوا اسمها سبينينج، ايش يا علاء؟ سبينينج زي العملية السبيننج، هاي اللي قبل. زي السبيننج، نعم، بس هاي على مستوى مختبر كيمياء يعني اورجانيك كيمستري لاب. بس بالصناعه نفس الشيء، بس بصير بدل ما انت عامله جوا بيكر بصير جوا رياكتور، بتكون العمليه سريعه اسرع من شغلك في المختبر. هاي بس لتوضيح الايمالشن بوليمرايزيشن كيف بيشتغل، والسرفاكتنت لما بنضيفه او الايمالسيفاينج ايجنت بخلي دروبلتس. اوكي، هذا هون عندنا مره، هذا هون عندي البوليمر. اوكي، هاي عندي المونومر، هاي الدروبلت تاعت المونومر، وعندنا هون هاي الايمالسيفاينج ايجنت. بصير لما تيجي هاي الماده تقترب من هون، هذه عباره عن ال 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 البولار جروب مع بولار جروب ثاني، they repel each others، وبالتالي بصيروا كل دروبلت بعيد عن الثاني لأنه كأنه في repulsion بيناتهم. I will skip the chemistry, the physical chemistry involved here. Emulsion polymerization حكينا عن advantages وال disadvantages. الآن ننتقل لآخر موضوع عندنا في موضوع البوليمرز اللي هو الفورمينج التشكيل. صنعت انا البوليمر، صار عندي بوليمر، الان كيف بحصل على جنيني مثلا، جنيني ولا كاسي اوكي اند سو فورث، هذول او زي هذا الماوس مثلا قطعه البلاستيك اللي في الماوس اند سو فورث. وبالتالي هم نتحدث عن ما يسمى البروسيسنج اوف بلاستيكس او الفورمينج اوف بلاستيك. صنعنا الان البوليمر في مصنع البلاستيك، حولنا ايثيلين الى بولي ايثيلين، انا صار عندي بولي ايثيلين. بس البولي ايثيلين مصانع الايثيلين زي سابك مثلا في السعوديه بيصنعوا لك اياه بشكل يعني بارتيكلز، اوكي جرانيولز، زي حب العدس بيجي او زي حبه الرز. اوكي، هاي حبه زي حبه العدس، الان بدك تشكلها. اوكي، طبعا واضح انه بدك تسيحها وتحطها في قالب بحيث تاخذ شكل القالب. هذا الحكي بزبط اذا كان الماده من النوع اللي بيسيح، سيح يعني بامكانك ترفع درجه حرارته اند ملتت بصير سائل، وبالتالي فيك تقولب السائل، فيك تحطه في قالب وتخليه يجمد جوا القالب. اوكي، زي لما بنعمل كيك مثلا. في الكيك الجماعه اللي بيحبوا يشتغلوا في الحلويات في البيت بتجيب هالعجين والمي والبهارات تاعتك وبتخبصها ببعض وبتخلط، الان صار عندك عجين يعني ليكويد.
الآن بتحطها في القالب. أوكي، هلا بصير عندنا كروس لينكينج في القالب، فبطلع عندي الشكل تاع الكيك تاع القالب بسبب الكروس لينكينج. الآن هذا شبيه بإيش؟ بالثيرموسيت، إنه كان عندي ليكويد حطيت الانجريدينس عشان تتفاعل، أثناء التفاعل شكلته. حطينا القالب في الفرن، أوكي، ابتداء كان سائل، ليش بعدين صار صلب؟ صار في تفاعل كيميائي بين العجين والعفن بين الموليكولز تاعت الطحين و الى اخره، شبكت ببعض وعملت كروس لينكينج، فصار عندي الشكل تاع القالب، اخذت السائل شكل القالب واحتفظت بالشكل اثناء التفاعل. لو انه ما حطيتهم في القالب وخليتهم يتفاعلوا برا في الطنجره مثلا، بصير عندي شكل الطنجره، شكل القدر اللي احنا عم نخلط فيه. لا، البروسيسنج اوف بلاستكس في عندنا عده طرق صناعيه، ابرزها ما طريقه بنسميها الانجكشن مولدينج. اوكي، هاي لائحه فيهم، هلا بنفوت فيهم واحده واحده. اوكي، في عندنا شيء اسمه انجكشن مولدينج، في عندنا اكستروجن، عندنا بلو مولدينج، عندنا كاستنج، عندنا كومبريشن مولدينج، وهي تعريف لكل واحد. مثلا انجكشن مولدينج از يوزد فور فورمينج ثيرموبلاستكس اند ثيرموسيتس، Extrusion is used for forming thermoplastics. Blow molding used for forming thermoplastics. لاحظوا thermoplastics هي الأكثر شيوعا. الكاستنج للثيرموبلاستكس والثيرموسيتس. الكومبريشن مولدينج ثيرموبلاستكس ثيرموسيتس. هذا لما نتعرف على الطرق هاي بصير تعرف ليش هيك بزبط ثيرموسيت وثيرموبلاستيك وليش بزبطش ثيرموسيتس. لاحظوا كل الطرق الثيرموبلاستيك ماتيريالز ممكن تتشكل فيها، بينما الثيرموسيتس موجود هون موجود هون موجود هون، بينما مش موجود بالاكستروجن ولا بالبلو مولدنج. هلا خلينا نتعرف على الميثود هاي ونشوف. نيجي على الانجكشن. بالانجكشن مولدنج بدك ماكينه. اوكي، انجكشن مولدنج يوز فور فورمينج. هلا نشوف الماكينه وبعدين بنحكي لايش بنستخدمها. هاي عباره عن ماكينه، عباره عن بريس. اوكي، هاي ذراع، هذا عبارة عن هيدروليك بريس، هذا هيدروليك بريس، هاي نهايته هون. هذا الذراع لما بكون راجع لورا بكون هاي المنطقة فاضية. عندنا هون فيد هابر، مستودع بنحط فيه الجرانيولز، البولي ايثيلين مثلا اللي جبناه من سابق ولا من غيره، الحبيبات اللي زي العدس، بتنزل وبتعبي التشامبر هاي. لما بتعبي التشامبر هاي بيجي الان هيدروليك بريس بيكبس. لما بيكبس بصير البوليمر اللي هو عباره عن حبيبات will be pushed. هاي الاكسات عباره عن زي ميكسر، يعني زي لولب بلف. اوكي، it will spread، يعني زي مفرمه اللحمه، لولب بلف. اثناء عمليه اللف بكون عم بدفش البوليمر، البوليمر جرانيولز، وعلى السايدز هون لاحظوا في عندي هيتنج، فبالتالي عم نخلط وبنفس الوقت بنسخن. شو بصير في البيلتس هاي او الجرانيولز؟ بتسيح. لما بتسيح بتصير يعني فلويد، يعني بتصير فيها فلويدتي، فيسكوسيتي عالي، بس يعني بتمشي زي الليكويد. It is a liquid. It liquefies. بتصير زي thick liquid. البريس هذا بكون عم بضغط، كلمة هيدروليك لأنه حيكون البريشر عالي عندي، لأنه هذا حيكون thick liquid. Thick يعني فيسكوسيتي عالي. لا يملك الليكويد اللي هون الآن سيحناه بالحرارة إلا أنه يخرج من هاي الفتحة. أوكي، هون بيكون عندي نوزل، فتحة خروج. النوزل بيودي على مولد، على قالب، وبالتالي هذا الليكويد الآن بفوت على القالب آخذا شكل القالب، فبالتالي ممكن يكون القالب شكله مثلا زر، زي الإزرار بتاعت القميص، باخذ شكل زر. بكون حاطط لك أنا هون شيء 100 فتحة، كل فتحة فيها شكل الزر اللي بدنا إياه، فبطلع عندي بدفش لدفشي هيك بعمل لي شيء 100 زر بالضغطة الواحد. هاي الماكينة، اوكي، هاي بيسموها انجكشن مولدينج ماشين. سعرها في رخيص وفي غالي، بيعتمد على الضغطة الواحدة كم جرام بتفوت لي. كل ما يعني مثلا بدك تعمل على سبيل المثال كرسي بلاستيك، كرسي بلاستيك وزنه مثلا 5 كيلو جرام، بصير اذا بدك تستخدم الانجكشن مولدينج ماشين عشان تضغط لك 5 كيلو جرام بلاستيك ولا 10 كيلو جرام بلاستيك اللي هو وزن الكيس، بدك ماكينه كبيره. تحدث انت الان بلشت تحكي عن شيء بالملايين، يعني مش بالملايين بس يعني غالي، غير عن لما بدي اكبس ازرار.
قالب فيه حجم الزر. الضغطة الواحدة بتطلع لي مثلا 20 جرام، بال 20 جرام بعمل لي شيء 200 زر على سبيل المثال. هاي البارتس اللي بنعملها بالانجكشن مولدنج، لاحظوا هذا عبارة عن مش يعني اشياء، يعني انتم مش فاميليار في هذول، بجوز فاميليار بهاي شكلها زي كانها غطاء او صامولي. اوكي، هاي عبارة عن زي مربط، يعني هذول عبارة عن مرابط واشياء زي هيك. هاي عبارة عن برضو عكس الصامولي اللي هو زي برغي، للبرابيج وما البرابيج عن سو فورس. اوكي، يوزد فور فورمينج ثيرموبلاستكس. هلا ثيرموبلاستكس فهمنا، لانه ثيرموبلاستكس بالحرارة بتسيحها، بتعبيها في المولد، تاخذ شكل المولد، تتركه يبرد، بيحتفظ بالشكل. هاي فهمنا. طب كيف بدك تحط ثيرموسيت؟ الثيرموسيت اذا جبت انا ثيرموسيت بوليمر هون ونزلته هون ورفعت درجة الحرارة، ما حيسيح معي. It will not melt. وبالتالي طب كيف هون حاكين انه used for forming thermoplastics and thermosets، وقلنا thermoplastics هياتنا فهمناها، بس thermoset ممكن لها شرح. اوكي، ممكن الثيرموسيتس بنستخدم مثلا ميكانيكال فورس. ميكانيكال فورس ما بتشكل، بيكسر معك. اوكي رايت انك صح. تحاول تجيب ثيرموسيت وتكبسه جوا قالب بحيث انه ياخذ شكل قالب، بيكسر معك، ما فيه بيكسر ترابط. رايت صح. ترى الجواب واضح من الحديث. اوكي، الثيرموسيت مجرد ما تشك، عفوا، صار عندك ثيرموسيت ما فيك تشكله الا بالاخراطه. طب شو كيف بدك الإخراطة دكتور؟ نعم شو يعني إخراطة؟ شو هي؟ بالورك شوب، بالماشين شوب، أوكي. عارفين شو كيف يعني؟ زي لما انتم عملتم بالورك شوب بالجامعه، جابوا قطعه الومنيوم بعدها قعدتوا تاكلوا فيها عشان تحصلوا على الشكل اللي بدكم اياه. طبعا هذا امر آه مفروض، صح. وبالتالي احنا ما بنشكل الثيرموسيت بهاي الطريقه. التشكيل بده يكون جوا قوالب. اوكي، وبالتالي معناها انا التفاعل تاع البلمره، البوليمرايزيشن رياكشن، هاز تو هابن انسايد ذا مولد. فاحنا شو التريك؟ التريك اني اجيب المونومر احطه هون واضيف له الكاتاليست اللي بيسوي تفاعل البلمره، والوقت ما بين الانجكشن تيفوت على المولد عندي هون كافي او غير كافي، عفوا غير كافي، انه الرياكشن يحصل في التشامبر هاي. فمثلا اذا الرياكشن بده مثلا 5 minutes to happen، بدي العمليه هاي ازازله والتسخين والكاتاليس والميكسينج يتم في اقل من 5 دقائق، ولا البوليمر، عفوا، المير اللي بده يتفاعل مع المواد تاعته الان صار داخل القالب، الان خلاص صار جوا القالب، خليه يتفاعل جوا القالب، ما عندي مشكله، باخذ الشكل النهائي تاعته. هذه عشان هيك احنا بامكاننا نستخدم الانجكشن مولدنج تو فورم ثيرموسيتس، بس التفاعل البلمره بصير في القالب وليس جوا الماكينه. إذا تأخر التفاعل بندخل بريسك أنه الماكينة توقف يعني. ايوه، بدها توقف هو تنظفها من جوا، وبتحصل ترى، مش انها ما بتحصل. انا مثلا بعرف واحد في السعوديه، بس هذاك مش ما عندوش انجكشن مولدنج، هذاك عنده زي ما تقول زي الكومبريشن مولدنج تقريبا او كاستنج، فبفوت البوليمر اثناء التفاعل تاعه، بيكون لسه بعده ليكويد، وبيصبه في القالب، وبعدين بيستنى الكروس لينكينج يكتمل وبفك القالب معه. هلا لما بخلط المواد بخلطها في رياكتور، عباره عن خلاط، حط البوليمر وحط او المير المونومر عفوا، وحط الكاتاليست وخلط وسخن. اوكي، الان بلش التفاعل، ما انتهى التفاعل، بلش. فبالتالي بتبدا الماده تو بي ثيك. هو معه هاي البروسيس حوالي ساعه، لازم خلال الساعه يكون خلط وصب. تأخر اذا راح لسبب تقريبا. ما غلط بالعيارات، بتجمد المادة تاعته جوا الرياكتور، وفيلم هندي بيبدو بالشواكيش، هالعمال يكسروا في البوليمر اللي تشكل جوا القالب عشان ينظف، عفوا، جوا الرياكتور عشان ينظف الرياكتور، لانه الان الرياكتور صار عبارة عن حجر.
الآن الطريقة الثانية الإكستروجين used for forming thermoplastics مش thermoset. كيف الإكستروجين؟ بكون عندي إكسترودر. أوكي. زي الانجكشن مولدنج، زي الانجكشن مولدنج بفوت عندي البلاستيك بيلتس، اوكي، وعندي زي مفرمه اللحمه عباره عن لولب، بيمشي المونومر جواته. اثناء عمليه السير عندنا هيترات شغاله بتسخن، واثناء عمليه التسخين اوكي بصير عندي البوليمر، بس لانه حامي بظله لسه ما زال ليكويد. بالاخير اللولب بدفش الماده اللي الان سخنه هون من خلال الفتحه هاي، اخذا شكل الفتحه. شكل الفتحه قد يكون شكل تيوب، شكل شيت، شكل بارتس. اوكي، طبعا بكون في عندي تبريد في المنطقه هاي، بكون في عندي تبريد عشان الماده تحتفظ بالشكل اللي طالع عندها. فبالتالي برابيج البلاستيك او انابيب البلاستيك، this is how they manufacture them. They use what we call extruders. اوكي. الطريقة الثالثة البلو مولدينج. اوكي، البلو مولدينج زي ما احنا شايفين هاي الجناني البلاستيك بتتصنع في شيء اسمه بلو مولدينج. اوكي، بنجيب طبعا هذا البلو مولدينج يستخدم للثيرموبلاستيك مش الثيرموسيتس، لانه احنا لما بنجيب البوليمر تاعنا بنفوته على القالب، اوكي، بعدين بننفخ فيه زي شقفة عجين، اوكي، ومنفوت ابره، والابره بتبدا تنفخ فيها. طبعا العجين شو بده يصير فيها؟ بده يصير فيها فجوه هواء من الداخل، بتبدا تنفخ زي البالون. اوكي، هلا هذا بضل ينفخ معي لحديت ما يضرب في الجدران الداخليه تاعت القالب، فباخذ شكل القالب من جوا، بالاخير بنفك القالب عنه وبكون اخذ الشكل هذا، ومن جوا بكون فاضي لانه احنا انجكتد او بلو، يعني وي بلو اير انتو ات هات اير حتى عشان الماتير يكون طري ويمسك في اطراف القالب او المولد. اللي الطريقه الثالثه اللي هي الكاستنج، اوكي، هاي اللي كنت احكي لكم عنها عن صاحبنا هذا اللي بالكاستنج ماشين. هذا كونتينيوس كاستنج، هو عنده باتش في الخلاط اللي عنده، الماده هاي ما زالت ليكويد، بالتفاعل بصير جوا القالب، التفاعل البالمر، هو اكتمل التفاعل عنده جوا الرياكتور اللي هو الخلاط، وبالتالي الخلاط صار اوت لانه بطل الماده عنده فلويد، وبالتالي وقف الشغل ويبدا نظف بهالماكينه. بتصير، مش انها ما بتصير، يعني مشاكل صناعيه اذا بتصير كتير خراب بيت، لانه بتوقف الشغل يلا اقعد لك نص نهار ولا نهار وانت بتنظف في الرياكتور. used for forming thermoplastics and thermosets، لأنه التفاعل زي ما قلنا بيتم جوا القالب، جوا القالب. الكومبريشن مولدينج، اوكي، يعني بتجيب المونومر بتحطه في قالب، بكون عندنا ميل فيميل سيستم، هذا الميل هذا الفيميل، وهذا الان تكبسه لتحت، تستنى فترة بسيطة حسب زمن معين، خلال هذا الزمن التفاعل عندك هون بيحصل، لما بتفك الميل عنه بصير اخذ الشكل تاع القالب اللي نفسه. زي لما بنعمل المعمول في بيوتنا، بتجيبوا هالعجينه بتحطوها في قالب، بعدين النسوان او هويفر بيكبسها بايده. اوكي، الان هذا شغل بيوت، انا في الصناعه لا، في مكاين لهذا الشغل. هذا بنستخدمه لما بكون عندي البارت حجمه كبير، يعني انجكشن مولدنج مرات يعني بتكون فيري اكسبنسيف كومبيرد تو ذس، ذس از فيري تشيب، يعني كل اللي بدك اياه عباره عن بريس، عبارة عن بريس وسلامتك، اضغط. قد يكون عندك هيتينج اند كولينج في هذا الزون عشان التفاعل يبدأ، والكولينج عشان التفاعل ما يطلعش اوت اوف كنترول. كان بي يوز تو فورم ثيرموبلاستكس اند اولسو تو فورم ثيرمو سيتس. وهيك بنكون انهينا موضوع البوليمرز. هيك بضل عندنا ذيس كارد، بضل عندنا موضوع موضوع ال شو بسموه سيراميك ماتيريالز. خلينا نبدأ فيها شوي لأنه معانا 5 minutes، بدي أخليها أقول لكم خليها محاضرة لحالها عشان بس يكون الموضوع متماسك مع بعضه. لا، أنا الأربعاء والخميس حكون موجود في الجامعة، الثلاثاء لا، الأربعاء حوالين المكتب بكون عندنا
مناقشات مشاريع تخرج اند سو فورث، بكون حوالين المكتب. في محاضرة يوم الخميس نحكي فيها بالسيراميك ماتيريالز. فسيراميك ماتيريالز I need two lectures, two full lectures to cover it. فبأجلها لحديت يوم الخميس، بس آجي نعطي محاضرة and we go an extra hour to finish the ceramic subject إن شاء الله. أي واحد عنده أي سؤال؟ دكتور، أنا يوم الخميس دكتور في عندي ظرف كثير يعني صعب، زي فما ما بقدر أجي. بدك، ما فيش حدا بضربك بعصاي عشان تيجي على الجامعة. أوكي، شكرا دكتور. دكتور قلت لنا الثلاثة موجود ولا لا؟ لا الثلاثاء، لا أربعاء وخميس موجود إن شاء الله. إن شاء الله. بس دكتور يعني والحديث ما راح حيكون يعني مرة ثانية، المواضيع اللي حنناقشها يوم الخميس حيكون عندنا الليكتشر تاعتنا الرسمية، وحيلزمنا شوية وقت زيادة عشان تو فينيش السيراميك سبجكت. وي نيد تو ليكتشرز، مينيموم تو ليكتشرز، وحاول اكون افيشنت في اعطائها. بس دكتور ما راح تحطني غياب صح؟ لأنه راح نعم تحطني غياب، ما راح تحطني غياب يوم الخميس بدك تلعب قمار معي؟ العب. دكتور والله. يعني لو انما يعني مش ظرف قوي والله ما يعني باجي، انت عارف زلمه يعني. خلاص انت ايش تناقش هاي الشغلات على الملأ؟ اوكي هاي بيظلها بيني وبينك. طيب تمام، الله يسلمك. هاي يا علاء، العافية دكتور، الله يعافيك. خلاص نلتقي الخميس ان شاء الله. خلاص نلتقي الخميس. طيب السلام عليكم، يلا مع السلامة، الله يعطيك العافية. الله يعافيك.